ليش ما تم اعتماد انه شركه لتنظيم دخول الجماهير، دخول الاعلاميين؟ احنا شفنا يمكن احنا تعرف خلي احكيها بالدارج، لربما اغلب ناسنا تعمل بنظام الفزع والخواطر وكذا. ممكن بعض دخول الجماهير شفناها مثلا صديق الفلان وكذا دخله، ولكن الناس عتب بطايق وكذا ما دخلت. هذا الموضوع ليش ما تعاقدت مع شركه لتنظيم آلية الدخول؟ لا هو الجماهير. اصلا اكو شركه، هي اصلا شركه تم التعاقد منها، هي الشركه المنظمه غير شركه الحفل الافتتاح. ما شفناهم. لا هي اول شركه سوينا عقد وياها، سوى الاتحاد عقد وياها، هي شركه لتنظيم تنظيم البطوله دخول الجماهير، جزء من عنده هو عمليه دخول الجماهير. بس انت تتحدث عن يعني اقبال جماهيري يعني من اول يوم. عوفك من حديثي، بتقييمك شلون تقيم عملهم اليوم؟ لا مو انت الشركه من تريد تشتغل، نعم تشتغل على ضوء برنامج جيد، تقول يابا انت بالقطع الاول يصير هيك بالقطع الثاني، مو توصل يم باب الملعب يطبول يعني يوقفون بالباب. تاسه مثلا خلي اعطيك مثال، هذا العدد اللي انت شفته بالباب واقفين، واحد ما عنده بطاقه شلون تقول له ارجع؟ ما تقدر. مو هو جاي يقول لك احنا عاطفيين. فانت شلون؟ لا انت هو ما يدخله، بس هو ظل واقف، فبالنتيجه هو ما يدخل، ما يصير يدخل اذا ما عنده بطاقه، بس هو ظل واقف. يعني عمليه الادخال للجماهير كانت يعني مو من السهوله. يعني احنا بصراحه خلينا نحكيها بصراحه، نعم احنا فرحانين بحماسة أهلنا وشبابنا. فعلا احنا ما نريد نلوم أحد، فعلا الموضوع فوق السيطرة، يعني أكثر من أو 10 أضعاف الموجودين داخل الملعب هم خارج الملعب، فبالنتيجة أكو ضغط عليهم. نعم أكو خفاق بعض الأحيان يسجل على التنظيم، يعني مو أي، لكن هو بالضبط هو ما يأثر على نجاح البطولة. نعم. البطولة نجحت والحمد لله. هي كل هذه الملاحظات هي بالنتيجة تمثل برنامج مهم جدا للبطولات أو الاستحقاقات المقبلة.